انطر ريح شوي لا تعصب وهدي موضوعك مو عندي موضوعك عند الطاحو كل يوم فكرة ذبحنا مو مخلينا تعبنا بس نقول عنا المشكلة نيموه الفكرة بالمختصر غشمارة بيننا مو أكثر الزبدة من الآخر سوينا اللي يبي الطاحو يعني أوردر خلني أقول إيه هذا الطاحون إذا بيصيدك دير بالك أسلم علي بيدك لا تفكر منه تنخش أو من مقالبة إنك تنعش هطلع لك أنا حتى في الحلم بصصر وتاكسي ومطعم جو وبحر ماكو مفر خش مين اللي بيصير لك فوردر هطا أسعد الله مساءكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج أوردر وطبعا احنا سوينا مقلب في عبودكة عبودكة طبعا عجب الموضوع قال يا جماعة ترى أنا بجيب لكم صيدة ثمينة قلنا له منو اللي صار دق علي أمس عبودكة قال لي في مشروع وايد حلو دعاية حلوة بتسوينها وكذا بتيكم ويوكم رولينج أكشن يلا المدير اللي صار فيني مع حمد والتخسبك اللي كله صار يا الطيب حاولت ان انا افرغ اللي فيني بشخص ثاني فانا اخترت لهم زوري واعطيتهم الفكره وعفزنا الدنيا بالمطعم في برنامج اوردر تختلف جميع القوانين على الضيف تنفيذ الاوامر واقناع الجمهور اوردر وصلوا طبعا عبود مفهم ان في واحد مستثمر ويبي يسوي معاهم دعايه واعلان سامحيني يا زوري سامحيني من المقلب اللي صار فيك خلصنا امور طيبه امور طيبه الحين انت تبي تنتقم نعم فياي مع منو زوري 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 ايش كلام يا جماعه ترى سامحينا ترى اول اقترح بالاقتراح اهو هي جبانه جدا خاف هي فيها بشوه الحين اصلا ممكن هذه تنزل حيل يعني انزل يدها الحين زين اي اوردر اعطيك اياه نعم تسوي لان احنا برنامجنا اسمه اوردر اوكي جاهز عندي جاهز عمي اكيد توكل على الله تكفى ابيضها الحين لا قال لي نقعد مع باكر ونفهم شنو نبينا يبينا نسوي كان نقول له اوكي لا في احتمال كبير ان ندش لنا باكر ندبل فلوس انا وانت في احتمال كبير ان شاء الله نقوم الواجب بس هو كان واحد حساب 70000 مثل اللي تكلمت يعني انا شلون قلت لك مبلغ السياره كذي فايش اللي راح يصير يدش بحسابك يدش لك حساب الفلوس بيني وبينك زوري ما بقص عليك هي فيها مخاطره شويه 70000 باكر راح يدش لي بحسابك بس تسوى حسابك 70000 80000 هو بيعطي كاش ولا بالحساب تحويل الفلوس تدف فجاه كذي قاعدين مسج زوري شلون من يابل فلوس لان الريال بيسوي دعايات بش 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 بحسابك يسوي دعايه وسوي دعايه في البنتين الحين راح يجون يقعدون والله ما راح يجون خليك عادي وطبيعي حجه ما يهمني ما احبها بس منو يعني شنو؟ منو هي؟ واحده ما تستاهل الحين ما راح يقول يلا قول
مالك حرام. يلا بعدين راح تدلي والله. يلا عبود سوي روحك ان في تليفون جايك ان الريال بيعطيك دفع الحين. وقول له قول احنا بالدور الاول. هلا والله ابو ناصر. قول له انا قول له المندوب ناصر. الو هلا والله ابو ناصر. يلا دز المندوب انا بالدور الاول. انا موجود بالدور الاول. ايه المندوب جاي؟ المندوب؟ مندوب؟ يلا انا بالدور الاول. يلا اوكي. يلا. انت وينك انا وانا ما ادري انت وينك يعني. انا ترى هم ترى يلا اوكي اوكي. يلا احمد. يلا اوكي. يلا خلص. زين؟ اهلا وعليكم السلام. هلا والله حياك الله. انت تبع ابو ناصر؟ يلا عادي عادي كأنك تعرفه بيعطيك الفلوس من تحت. لا توضح الفلوس. بس بقول لك ان شاء الله بكره او سبت بكثير حيكون عندك 25000. انت والاستاذ زكي. بس. اخذ الفلوس الحين عبدك؟ شنو انه داز لنا مندوب يعني وين هو خلينا نتفاهم وياه وفجاه يعطيه شي همشة فلوس وحطها بالجنطه. قلت شو السالفه؟ حسيت نفسي بفيلم مافيا شي يعني. قمت انا خاف وحتى قعدت اقول حق عبد الله اذا بيعطيك فلوس خليه يحط لك اياهم بكيس بجنطه بهديه مو اشكره تشكك الناس فجاه اعطاك فلوس وراح وقال بحط فلوس بحسابك باكر اعطينا الكروت. يا تنسى شلون هذا بيدفع قبل لا نتفاهم كم بوست مثلا شنو نوع الدعايه اللي بينا نسويها. فانا اعطيت انا بعد قلت بس صور الحساب عبد الله قام واعطاه كل كروتي. انا تنرفزت لان سلام ولا اوكي 25000 باكر راح تكون بحساب حسابك 25000 بدخل حسابك باكر راح يدش عليك الريال مره ثانيه راح يقول لك انا سيف رقم حسابك رقم حساب مالك انت والاستاذ زولي كان اخذ طلبي انت وزولي عطى رقم حسابك وحاول تاخذ رقم حساب زولي لازم بس رقم حسابك طيب تاخذ رقم حسابك عندك ورقه وقلم لا عندي صوره بس حق رقمك اذا عندك موبايل اعطيك كرت البنك اخذ منه صوره بس اخذ منه صوره اصور صور قول اخذ صوره اخذ كرت البنك خلاص قول اخذ صوره اخذ هاي روح صوره تعال شلون صوره خلاص صوره بالتليفون لا اخذ روح صوره تعال تمام ماشي لحظه لحظه تعال تعال اعطيني بوكج اعطيني بوكج في فلوس يا اعطيني الحسابات الثانية رقم واحد فيه هاك لك حط اللي تبيه يلا لا الثانية ما اقدر احط فيهم فلوس ماما ما تجي عندي خلاص بس حلو حلو قريبا بالسجن قريبا بالسجن انت والاثنين قريبا قريب انا متوقع لك انت والاثنين اخر شيء زوري الله يرضيك يا عبد الله انا عارف عارف انت عارف جو حراويكم يلا بشوف السيارة عبود راح يدش عليك من واحد ابيك تخاف ابيك تخاف الحين أبيك تخاف وتسكت كله ساكت وقول لهم ما أدري كله ما أدري كله ما أدري قول كلمة ما أدري ما أدري ما أدري لا تقول شيء غير ما أدري درس ما أسمع إحنا مرحب بيكم من البداية زين تفضل سنقال لعب التور على راي معلش ما مرحب لا بيك وإذا شرشرة الناس عارف بيكم إيه ترى إحنا ما لنا شغل إحنا ولا ما ادري ما ادري ما ادري باطل ما ادري ما ادري وانت ايش باطل عراك العراك ها دور منين تعب مو مالك يعني طلعتني باطل ماني ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري لا مكابر ها احنا طلبنا فتحنا عبد باطل لنا واحد يقول ما يعني انا ما سمعت شيء بس ان احنا ناطرينكم تحت واحنا مراقبينكم قلت اوكي رحت فهني قلبي قام يطقطق قلبي طاح ببطني بعدين
كان يقول عطنا اثباتات وما شنو. عبيد كان متنرفز على مبين عليه المشكلة قاعد يمثل صح انه هو متوتر معارف يفكر انه خلاص هني يقفل. فانا على طول هاك اثبات جايب ادق على المحامي عشان اعرف شنو اسوي ومراضي ينزل. عبيد خلنا ننزل لا نطرق على افكر. عبيد خلنا ننزل لا قاعد افكر. وقام يتهاوش مع المرة اللي وراي اللي على بونا كان قاعد تصور روحها كان قاعد تصورنا. ما عليك شغل عبيد كلها مخيش تعطيهم كرتي احيان بتنوني مخبر. انا فكر وراك مخبرة انا وراك مخبرة طلعت اي ولا مخبرة سكتة قاعدة خلاص قاعدة قاعدة سكتة وقاعدة لا تعرفك عبيد ابوي ناطرني بيبي سوري يلا حوالي عبيد ابوي ناطرني ليش عبيد كرتي بوانك يلا يلا انزل مرة ثانية انزل مرة ثانية انزل مرة ثانية شنو عبيد وقع في يمك نطري لا هذا نطري 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 ندي شوي قعد شوي قعد اثباتك شو يعني وين بتروحين بروح لهم تحت قعد شوي قعد شوي قعد شوي خلنا ادخل مخي راح انزل نطري الورات مخبرة نطري الورات مخبرة انت اعطيتهم كرتي ورطتني زين دقيقه نطري خلنا افكر نطري والورات مخبرة ترى هذا التبن مخبرة التبن هذا يا معلم بس 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 قصر صوتك قصر صوتك لا تدقنا احد انزل راح انزل اقعد يمه راح انزل لا تسوي مشاكل راح انزل يا المعلم راح انزل 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 تفضل تليفون اوكي 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 يلا انزل انطر دقيقه انت قول في دقيقه انا اكلمك انا شنو انطر انزل ولا ما انزل وقفها وقفها بس بس تحت تعال انطر 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 خلاص اوكي تعال تعال انطر راح تعرف راح تعرف اوكي انا ما ادري شو هذا اسمه والله العظيم ماكو شيء قال سوي دعايه بس اذا بدي اتفاوض مكافاه يا الله زوري محمد لو ابوي ادري ان انت جاي قاعد تسوي ادري 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 صار فيك تعال ترجف بس وانت اي احد يقول لك كرت البنك خلاص قاعد ترجف قاعد ترجف شوي شوي خلاص انتهى الموضوع شجع غسيل الأموال شنو؟ سجل طقيت هاتش ولا؟ يا بديك على المحامي وانا متأمسة طبعا شوية المحامي يعني انزل اول شيء يا بنت العافية الله يعافيك ها تقول؟ ايش تسوي؟ تليفون ما بيفوز انا شو بدي اعطيك استرد الكروت وين الكروت وين عندي عندي زين اراضي تشوزي مرتاحه الحين امورك طيبه امورك طيبه حرام عليكم يا اخي امورك طيبه مرتاحه بس شو كمان بالعكس عشان ابوس عشان ابوس عشان ابوس عشان ابوس هاكم سماعتكم الدجه اختربت تزعل اخترب تزعل مع الحريم الله يخليك كلهم معانا كلهم معانا كلهم معانا أول شيء برنامجنا اسمه أوردر مبدئياً نعرف نعرف بس إحنا قلنا نعرف نعرف ماما أبو بيت السبب وتعاقب أثار الله قاعد ترجف قاعد ترجف شفيت شفيت خلاص انتهى الموضوع أحيب أطلق تكزون أنا أشجع غسيل الأموال أوه خافت شنو؟ سجل طقيت هاتش ولا؟ يا بديك على المحامي ايش تفهم من؟ عشان ابوس عشان ابوس عشان ابوس نعرف قولي نعرف نعرف بدت السوس على اللي خافوك على السوس نعرف يلا زوري يلا يلا كيفك فوق والصراحة البرنامج انا اشوفه جدا ناجح وحيل مستانس عليه وثانك يو انا هاف ا نايس ويكند بجي اشوف الطاحون وراي وبس دريت شفت الطاحون دريت ان الوضع مقلب يعني وبس